فانت بتلعب على البطوله، والنادي الاهلي طول عمره بيلعب على المكسب بس. بس فلما تقول لي بقى تلعب الرجاء، تلعب الترجي، تلعب الوداد، العب اي حد فيهم. ما عشان اكسب البطوله ممكن العب اي حد فيهم، ممكن العب اي حد في الثمانيه. طالما وصلت للثمانيه الكبار بعيد عن الصغيرين خلاص، يبقى انت باصص للبطوله. البطوله معناها ان اي فرقه هتلاعبها لازم تكسب. فمش مشكله تلعب مين، مش مشكله تلعب مين، المهم نستعد كويس، نركز كويس، توفيق من عند ربنا باذن الله تكون البطوله رقم 11. طبعا الفتره دي فتره فيها هتقولوا لي كلام معاد، كلام معاد، بس انا بتكلم في واقع، بتكلم في حقائق. في ضغط مباريات كبير جدا 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 على النادي الاهلي. هما بيقولوا ان احنا بنلعب كل 3 ايام ماتش، ولو حسبتها حضرتك هتلاقي ان احنا بنلعب الساعه 9 ونص او 10، بتخلص 11 ونص الماتش تقريبا. اللعيبه قبل ما بتطلع من الملعب بتبقى بعد الساعه 12، بعد الساعه 12 يعني دخلنا في يوم جديد. يعني مثلا النهارده بنلعب يوم الاربعاء، كويس، هنخلص ماتش الاتحاد ان شاء الله على 11 ونص. قبل ما اللعيبه تخش جوه اوضه اللبس وتاخد الشاور او تاخد الدش بتاعها وتغير هدومها وتطلع، عدت الساعه 12، دخلنا في يوم جديد، دخلنا في يوم الخميس. دخلنا في يوم الخميس، يعني اللعيبه هتروح بيوتها يوم الخميس. تخيل ان تاني يوم اللعيبه دي لازم تتمرن ولازم تعمل استشفاء ولازم تروح اسكندريه عشان تلعب المصري في برج العرب. طب اديني عقلك. وخلي بالكم انا عايز اقول لحضرتك حاجه، الصيام كله بركه، عشان بس ما حدش يقول لي انت بتتكلم عن الصيام. الصيام كله بركه وانا عارف ده كويس قوي، ولكن كمان انت بتلعبني كل يومين ماتش وكمان في صيام، واحنا عارفين ضغط الصيام، واحنا عارفين قد ايه عناء الصيام. عناء الصيام بناخد عليه ثواب، ولكن احنا بنتكلم على بني ادمين، على لعيبه كوره، بتكلم على لعيبه كوره، مطلوب منها مجهود، مطلوب منها زور مظهر مشرف، مش بس زور مظهر مشرف، المهم انك تكسب. يعني انا واحد من الناس بقول ربنا يعدي الفتره دي على خير باقل قدر من الخسائر. بالنسبه لي الخسائر ايه؟ انا بالنسبه لي كواحد اهلاوي الخسائر ايه؟ الخسائر ان ما بقاش فيه اصابات اول حاجه. تاني حاجه العرض، العروض، هتلاقي فيه تباين في العروض. يعني هنلاقي اداء مره كويس، اداء مره نص نص، اداء مره فاتر، ولكن اللي يهمني برضو في الاخر الاهم المكسب. اول حاجه ان شاء الله التوفيق يكون من نصيبنا، مفيش اصابات، المكسب. وبعدين ابقى ادور على الاداء في ظل الضغوط دي، عشان بس ما حدش يقول لي ايه انت بس يعني بتلتمس الاعذار للعيبه من قبل ما يلعبوا. لا طبعا بلتمس الاعذار، بس بقول لحضرتك الواقع، بقول لحضرتك الحقيقه، ان انت عندك كل يومين ما يضحكوش عليك ويقول لك كل 3 ايام ماتش، كل يومين ماتش، وفي ماتشات خارجيه، في ماتشات هسافر لها. يعني ليه؟ وكمان في حاجه، انا الممثل الوحيد لمصر في بطوله افريقيا انديه ابطال الدوري. انا دلوقتي الممثل الوحيد لمصر في بطوله انديه افريقيا لابطال الدوري، فانت المفروض تقف معايا، مش تحط لي العراقيل وتقف ضدي. انا هشوف قبل ماتش الرجاء ان شاء الله، هنشوف ايه اللي هيتعمل فينا او ايه اللي هيتعمل لنا قبل ماتش الوداد هنا وقبل ماتش الوداد هناك، قبل ماتش سوري الرجاء هنا وقبل ماتش الرجاء هناك. هنشوف هل حد هيقف جنبنا ولا هيدوسوا علينا ويضغطونا اكتر، بالرغم ان احنا الوحيدين في البطوله دي اللي بنمثل مصر. البطوله الثانيه الكونفدراليه فيها المصري وبيراميدز، ربنا يوفقهم ان شاء الله، ولو في ضغوط عليهم برضه هقول نفس الكلام.